طيب دلوقتي انا نزلت كوندا، واحنا قلنا ان كوندا ده باكج مانجر وفيرتشوال انفايرمنت مانجر هنستخدمه عشان نعزل بيه البروجكت. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل اول انفايرمنت اللي هنستخدمها في البروجكت بتاعنا. فعلشان نعمل ده هتلاقوا في ال، وانا دايما هعمل كده في طول ما انا ماشي، ان انا هوريكم ازاي انا بجيب الحاجه منين، ما بحفظش الكوماندز، دايما بدور عليها. فهنلاقي في حته ما هنا في getting started، يمكن انا ببص معاكو ده احسن من ان انا اعملها لوحدي. ف starting conda managing environment، فهنلاقي هنا ازاي نكرييت python conda environment. وهنا هو بيقول انا هكرييت environment هسميها snowflakes مش مهم، وهانستول باكج جواها اسمها biopython. احنا في حالتنا عايزين بس نكرييت الانفايرمنت، نكتب conda create name وهنديها اسم. انا ليا ستايل اتعلمته من كذا حد، هسميها فانف، يبقى دي virtual environment. ومثلا هقول ان هي 3.7، يبقى دي بايثون 3.7. وبعدين هنقول مثلا play store analysis، فانا اقدر على طول ابص لما اشوف اسمها بعرف ان دي virtual environment، ايه البايثون فيرجن اللي انا استخدمته فيها، وهي بتاعت اني project، عشان هيبقى عندي كذا virtual environment بعد كده، فأني واحدة بتاعت أني حاجة بس. فهني created وخلاص. فلما تبقى environment created هتبصوا هتلاقوا ان احنا في الترمينال عندنا هو بيقول احنا في البيز انفايرمنت، يعني احنا في الانفايرمنت الديفولت. احنا دلوقتي عايزين ندخل في الانفايرمنت دي اللي احنا لسه عاملينها، فهنعمل كده conda activate، وهتلاقوا هنا بقى بيقول لكم اسمها ايه. فيبقى ده معناه ايه؟ ان احنا مش في البيز انفايرمنت، احنا دلوقتي في بيز انفايرمنت مالناش دعوه بيها خالص، عملنا انفايرمنت تانية دي اللي هيبقى فيها الباكجز بتاعتنا بالفيرجنز بتاعتنا للبروجكت اللي احنا شغالين عليه، وبس معزوله عن التاني، ودي اهم نقطه، معزوله عن الديفولت ومعزوله عن كل الانفايرمنتس التانية اللي هتتعمل، ما بيأثروش على بعض.